السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. في فيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم ما هو الفرق بين يا جماعة الخير الماوس الغالي والماوس ذوي الدخل المحدود. فما بطول عليكم اكثر من كذا واخليكم على الفيديو. طيب يا جماعة الخير، هذا عندنا احنا الماوس من الفئة يعني تقول محدودة الدخل اللي هو من شركة سكوربيون الجي 909H. طيب وعندنا هنا اللي هي اللوجيتك اللي هو الجي 502. وش الفرق يا جماعة الخير بين مثلا هذا الميكروفون هذا الماوس قيمته ما يقارب 100 ريال سعودي وهذا قيمته تقريبا 300 ريال سعودي. ايش الفرق عشان يكون هذا دبل اقيم هذا؟ فأول شيء يا جماعة الخير هنا نبدأ. أول شيء عندنا هنا شو المواصفات حقت الماوس موجودة هنا، بس خلي الفوكس. طيب يقولك مثلا هنا فيه الدي بي آي سويتش. الدي بي آي سويتش اللي هو يغير لك سرعة الدي بي آي. الدي بي آي هو سرعة الماوس، سرعة استجابة الماوس. مثلا هنا عندنا شوف هذا سرعة الماوس، يقول لك الماوس يجي هنا بأربع سرعات: 800 1600 3200 4800. يعني حد الماوس هذا 4800 دي بي اي اللي هي سرعة الماوس. يقول لك الماوس فيه 8 أزرار للتحكم فيه، وفيه 7 ألوان ينور، هو ألوان ار جي بي زي هذا تشوفون اللي هنا وهنا وهنا وهنا، يقول 7 ألوان. والكيبل طوله تقريبا 2 متر. فيقولك يدعم كل انواع الويندوز. هذا هو الماوس، مصنوع طبعا اكيد من البلاستيك. لكن انا راح اسوي انبوكسنج اول للماوس هذا اللي هو من شركه لوجيتك. طبعا نشوف مواصفات لوجيتك قبل ما نفتح الكرتون. السرعه هنا يا جماعه الخير من 200 الى 12000 هنا الى 4800، هذا رقم واحد. وهذا يقول لك فيه هنا 16 مليون و800 الف لون، بما ان هنا في 7 ألوان بس. وهنا طبعا السرعه اسرع والاكيد الخامه افضل هنا. وبرضه تشوفون القطع هذه الموجوده في الماوس، هذا ايش استخدام هذا يا جماعه الخير؟ هذه تعطي وزن زياده للماوس، وزن ثقيل او وزن خفيف على حسب اللي يعجبك. فاول شيء نفتح الماوس من هنا، نفتح الكرتون من هنا. تعامل مع الكرتون يا رجل بشكل خشن جدا. فيه هذه اللاصقات ما اعترف بها ابدا، هذه هذا عشان تأكد ان الماوس ما حتفتحه قبلك. يعني انت اول واحد هنا، واحد هنا، الثاني. يا ساتر خلاص يا اخدري لانه افتحه قبلي. ايوه نطلع الماوس الحين، هذا احسن لحظه يا رجل لسوي انبوكسنج للشيء. اول شيء نطلع الكتيبات هذه ما حتستخدمها. بوم، هذا هو الكيبل. طبعا الكيبل حقه شوفوا يكون كأنه قماش عشان يقاوم القطع. هذا هو الماوس، نفك الكرتون. طبعا تغليفه واحد تقريبا الماوس دي. اوه في جاي معه هنا شيء، الحين اوريكم اياه. نطلع الكيبل بس، يا سلام. طيب هذا هو اللوجيتك اللي هو ال 502، من افضل اذا ما كان افضل ماوس استخدام للجيمنج. وزنه رهيب صراحة، ممسكه جدا مريح يعني لو تمسكه. ما شفنا كم زر فيه، لكن تقريبا هنا 1 2 3 4 5 6 و7 7 أزرار تقريبا فيه، إذا ما عديت يمكن في شيء ما عديته. تقريبا 7 و8 أزرار نفس الموجود في سكوربيون الجي 909H. طيب هذا هو الماوس، جاي هنا معه شيء ثاني، خلينا نشوف شو جاء معه هنا. هذه العلبة أعتقد حقت الأوزان إذا ما خاب ظني، إذا ما خاب ظني إنها العلبة اللي فيها الأوزان. يا سلام تشوفون هذا القطع يا جماعة، هذه القطع حقت الأوزان، زيادة تحطها نفس الماوس. وين تركب؟ هنا سؤال جيد جدا، راح نكتشف جميع إن شاء الله. لكن تقريبا أعتقد أن راح تركب تحت إذا ما خاب ظني. أعتقد تركب هنا تحت، هنا زر، ايش فيها الزر؟ شو الزر اللي هنا؟ عايز اسوي فوكس، سوي فوكس يا حبيبي.
يا ساتر مو راضي اسوي فوكس ابدا. قال لي انقلع بس. لكن في صوت كان صرت تلعب العاب مثل باتل فيلد كذا في صوت صوت زر السنايبر عشان تضغط على طول بوم. طبعا ما عدينا الازرار احنا تقريبا في 8 ازرار 9 ازرار فيه هنا ما عديت هذولي سحبت على ام 1 2 3 4 5 6 7 8 وين التاسع اقول في 9 ازرار المهم المهم نخليها نشوف الاوزان هذه بعدين كيف نركبها. هنحط عشان ما تضيع صراحة رهيب تضيف أوزان للماوس نفسه يعني تساعدك يعني تسوي يعني الماوس على كيفك. إذا صار خفيف مرة مثل أنا أعاني إذا صار الماوس خفيف مرة يهجبي صراحة الزوم ويهجبي كل الدنيا. فهذا نحطه على الجنب الآن كل اللوجيتك هذا نحطه على جنب. نجيب السكوربيون السكوربيون هذا طبعا مو أفضل مايك مايك جاني على مايك أنا ما هو أفضل ماوس شركة سكوربيون أساس كذا كرتون كله. فنطلع هذه أسلاكه نفك الماوس هذا هو الماوس سكوربيون بس نطلع السلك نفلوه يا رجل السلك. هذا هو الماوس سكوربيون فيه أكرم تو فيه 8 أزرار أعتقد يجي 7 ألوان. طبعا تشوف زر الدي بي آي هذا اللي هنا هو بس يسوي زوم سوي زوم يا رجل ما ادري ايش الوضع والله ما مو راضي يسوي زوم ابدا مش راضي. العموم شوف في زر الدي بي اي هذا اللي هو هذا تضغطه يتغير عندك السرعه فشوي جوعه الخير نشبكها ونشوف وضعها. طيب جماعه الخير هذا الحين عندنا في البي سي هذا اشكال الماوسين اذا شبكناها هذا شكل السكوربيون. طبعا السكوربيون لو تضغط زر الدي بي اي كذا شوف هذا يعطيك كذا سرعه كذا هذا الاحمر البطيء شوف احنا يعطيك على حسب سرعه المايك سرعه المايك ايش جاني على كلمه المايك يا رجل انا سرعه الماوس شوف كل ما ضغط كل ما زاد الفلاش او صارت سرعته اسرع معناتها الحين الدي بي اي اعلى. هذا شوف الدي بي اي سريع مره هذا 4800 وهذا الدي بي اي 800 اقل شيء شوف شلون اقل شيء كانه شويه شوي بعكس اللوجيتك. اللوجيتك في برنامج على البي سي الحين اوريكم اياه برنامجهم يعني هنا تضغط زر السنايبر هذا شكله تضغطه ثانية شو على كذا اللوجيتك يجي فيها ألوان RG زي ما قلنا تقدر تخليها رينبو تقدر تخليها لون واحد تقدر تخليها اللي أنت تبي. هذا هو شوف شعر الجي هو اللي ينور وفي لمبة ثانية هنا تنور إذا ضغط زر حق السنايبر هذا سيضبط كل شيء. هذا هو طبعا ما جربت الماوس اللوجيتك حتى الان فما ادري كيف عمليته. وهذا الماوس حق السكوربيون هذا هو شكله الاضاءه حقته تجي على شكل زي ما قلنا رينبو 7 الوان هنا في مليون 16 مليون و500 لون. لكن ندخل الان على برنامج اللوجيتك ونشوف كيف الوضع. طيب يا جماعه الخير هذا هو برنامج اللوجيتك تقدر تخصص من الازرار على قد ما تبي. في ثلاث بروفايلات هنا تقدر تخصص اللي تبي ومن ناحيه الالوان الار جي بي تقدر تخصصها من هنا على اللي تبي. فتشوف زي هنا الشعار مولع كذا مثلا ابي بريثنج افكت ابي مثلا نقول هو هنا اللون مثلا ابي يكون زي اللي نقول الموف ممكن او بنفسجي. وهذا هو شكل ال هلا الماوس شوف يجي على نفس لون الموجود هنا فمثلا بحطه مثلا لون اصفر دايركت يتغير عندك من هنا شوف صار لونه اصفر حلوين. مثلا ابغاه اللي يكون زي الرينبو وابغاه سريع تحركه شوف الالوان كيف صاير شكلها كذا على حسب اللي يعجبك انت. طبعا البرنامج هذا متخصص لنفس الماوس او اي منتج من منتجات لوجيتك. طبعا تقدر تخلي امر الجي هي الحاله اللي تصير رينبو. هذه لو ضغطت الزر حق السنايبر موجود هنا او حق الزوم او سميه ما تسميه راح يكون شكله كذا. في اكثر من زر برضو اقدر اغير فيه. هذا شوف حطيت ضغطت الزر اللي عند في هذا شوف البروفايل هنا تغير شكله يعني مثلا العب انا اخوي مثلا او انا خويي اضغط زر هذا البروفايل حق خويي
هذا حق خوينا الثالث مثلا، هذا حقي انا، شوفون يتحرك من هنا. حتى كل تغيرات كل واحد البروفايل له حركاته وسرعته الخاصه وكل شيء. فهنا شوف السرعه هذه، اضغط على زر هذا تغير البروفايل، اضغط على زر مره ثانيه تغير البروفايل على حسب اللي يعجبك انت. وتقدر تتحكم باشياء ثانيه مثل السرعه ما السرعه كل حاجه، وتخصيص حقه الازرار ايش تخليها وايش بتخليها على راحتك ولا اللي يعجبك. فأعتقد يا جماعة الخير إلى هنا خلص المقطع حقنا، أتمنى أنه عجبكم الفيديو. لا تنسى تسوينا لايك سبسكرايب وشير، وصلنا تقريبا 3000 مشترك، يعطيكم ألف عافية يا جماعة الخير على الدعم. بإذن الله إحنا مستمرين تقريبا نحاول قدر المستطاع ننزل كل يوم فيديو، وإذا ما قدرنا على كل يوم فيديو ننزل على قدر ما نقدر. فما بيطول عليكم أكثر من كذا، كان معكم باسم من قناة هيسوكا، السلام عليكم.